السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي. تعالوا بقى بعد ما اتفرجنا على حلقة الماضي البسيط والماضي المستمر، واللي لسه ما اتفرجش عليها يخش بسرعة على صندوق الوصف هلاقي الحلقتين الاثنين. اتفرج على الحلقتين الأول، افهم الشرح كويس، وتعال عشان تفهم الحلول بتاعتنا برضو كويس. تعالوا يلا نبتدي بصفحة 87. طبعا احنا لسه في الدرس الثالث والرابع في كتاب جيم. نمبر 1 بيقول لي last year I spent my holiday in Agada. طبعا last year من علامات الماضي، فعلى طول already هتبقى spent، طبعا ده فعل شاذ. He painting a beautiful picture last week. طبعا حبيبي last week من علامات الماضي البسيط، فلازم اقول painted، لازم اعرف اذا كان الفعل regular منتظم ولا irregular غير منتظم. نمبر 3 بيقول لي who did you meet at the park yesterday. اوعى تفكر ان yesterday ماضي فتجيب met، لا طبعا طالما في did لازم ارجع الفعل الاصله فيبقى meet. تعال نشوف نمبر 4 بيقول لي عادل not win at the tennis competition last week. last week من علامات الماضي، فالمفروض النفي بتاعي يبقى didn't، طالما موجود فعل في المصدر هقول didn't win. تعال نشوف نمبر 5 بيقول لي they be late for school yesterday. yesterday من علامات الماضي، verb to be في الماضي was a word. they بتاخد ايه؟ هتقول لي they بتاخد word. تعال نشوف نمبر 6 بيقول لي they built a sandcastle at the beach and play in the waves. طبعا and اللي قبلها شكل اللي بعدها، اللي قبلها ماضي يبقى اللي بعدها اكيد ماضي يبقى played. تعال نشوف نمبر 7 بيقول لي they didn't enjoying their time at the cinema yesterday. هتقول لي طالما في didn't يبقى الفعل ده لازم يرجع لاصله، يبقى لازم اقول enjoy، هما ما استمتعوش طبعا بوقتهم في السينما امبارح. last year علامه من علامات الماضي I be not a good swimmer. خلي بالك verb to be was were، اوعى تنفي was were ب didn't، قلنا was were نفي بتاعها wasn't weren't. طب اي تاخد ايه في الماضي؟ wasn't، يبقى I wasn't. نمبر 9 بيقول لي what did you decided 4 years ago. ago ماضي، بس ما ينفعش اجيب decided عشان في did، فاكيد هقول decide. تعال نشوف نمبر 10 بيقول لي did he stopped in front of the sports center. طبعا حبايبي طالما جبت did لازم ارجع الفعل لمصدره فاقول did he stop، تاني did he stop. تعال نشوف نمبر 11 بيقول لي my parents be at the hospital yesterday because my mom didn't feel well. برضو نفس الكلام verb to be في الماضي عشان yesterday، يبقى where عشان الparents حبايبي جمع. نمبر 12 بيقول لي we have ice cream last dinner. طبعا last dinner العشاء اللي فات جميل ماضي، يبقى المفروض اجيب had فعل شاذ. نمبر 13 بيقول لي my cousins and I went to the mall and bought. اللي قبل and ماضي يبقى اللي بعد and ماضي، يبقى لازم اقول both. تعال نشوف نمبر 14 بيقول لي كمال not invited his cousins to his wedding last month. طبعا هو ما دعاش، طيب الكلام في الماضي نفي وفي عندي فعل، يبقى لازم انفي didn't، بس كده قال لي لا لازم اجيب الفعل في المصدر، يبقى didn't invite، اوعى تقول didn't invited. نمبر 15 بيقول لي was your brother study all his lessons last weekend. طبعا last weekend من علامات الماضي، بس هنا في فعل في المصدر ما ينفعش اسال عنه both were، لازم اسال عنه بكلمه did. تعال نشوف نمبر 16 بيقول my father wanted to be a champion when he was young. لما كان صغير هتقول لي لا، يبقى كده لازم اجيب wanted وكده بيديني ماضي. تعال نشوف نمبر 17 بيقول last year I not visit Alexandria. last year طبعا حبايبي من علامات الماضي، فالمفروض يبقى النفي في الماضي بكلمه didn't لان في مصدر، يبقى didn't visit. تعال نشوف نمبر 18 بيقول I got a visa and fly to London last Friday. got ماضي، يبقى اللي بعد and برضو ماضي، يبقى لازم اقول flew، خلي بالك ان فعل شاذ. we finished our science project last week. last week ماضي، يبقى لازم اجيب finished، فعل عادي منتظم regular. نمبر 20 بيقول Columbus arrived in America in 1492. هقول لك كلام في الماضي عشان ان وسنه في الماضي يبقى ماضي بسيط، فلازم اقول arrived فعل عادي. تعالوا حبايبي يلا نشوف جمل الماضي المستمر في صفحه 90. بيقول لي the baby sleep peacefully yesterday evening. طالما حدد لي الوقت في زمن الماضي يبقى لازم اجيب ماضي مستمر، فلازم اقول was sleeping، تاني was sleeping. خلي بالك ان البيبي مفرد فلازم اجيب was were، والفعل في ing ياخد was. we eating ice cream at 7 yesterday. حدد وقت في زمن الماضي يبقى ماضي مستمر، فلازم اجيب قبل الفعل اللي فيه ing were. تعال نشوف نمبر 3 بيقول لي be your mom and dad cooking dinner yesterday evening. طبعا الفعل فيه ing وماضي مستمر، فلازم اجيب هنا was or were
طب مامو ذات هتقول لي جمع فلازم اقول where. تعال نشوف نمبر 4 بيقول لي my sister listened to music while I was playing video games. طبعا لازم اخلي بالي هنا بقى حبيبي ان انا كنت بلعب فيديو جيمز. طب واختي بتستمع ليه الموسيقى؟ احنا الاثنين مستمرين في عمل حاجات مفيش حد فينا قطع التاني. يبقى لازم اقول هنا حبيبي was listening. اوعى تقول listened، لازم اقول was listening. يبقى my sister was listening to music while I was playing video games. تعال نشوف نمبر 5 بيقول لي we work hard all day yesterday. all day من علامات الماضي المستمر، فلازم اقول we were working. تاني we were working. تعال نشوف نمبر 6 بيقول لي they weren't watching TV when I enter the room. طبعا هنا ادي when، ادي ماضي مستمر، فلازم اجيب ماضي بسيط فتبقى entered. entered بمعنى دخل. تعال نشوف نمبر 7 بيقول لي what you were doing at the park yesterday. طبعا هنا حبايبي الفعل المساعد هو اللي بيجي الاول، فلازم اقول what were you doing at the park yesterday. تعال نشوف نمبر 8 بيقول لي سامي was driving home as he saw a terrible accident. طبعا ده ماضي مستمر وده ماضي بسيط، يبقى الرابط بتاعي when مش as. تعال نشوف نمبر 9 بيقول لي while I was studying my mom makes lunch. طيب while I was studying وانا بذاكر، طب ماما هتقول لي كانت بتعمل الغداء، يعني ما قطعتنيش في حاجه، فعشان كده لازم اقول was making. يعني هيبقوا الاثنين ماضي مستمر يا مستر؟ اه الاثنين هيبقوا ماضي مستمر. تعال نشوف نمبر 10 بيقول لي I was riding my bike while I saw a big dog. طبعا ده ماضي مستمر، ده ماضي بسيط، يبقى الرب بتاع حبايبي when. تعال نشوف نمبر 11 بيقول لي what were you doing when I phone you. طبعا برضو قاعدة وين، فلازم اقول هنا ماضي بسيط phoned، ادي ماضي مستمر، ادي ماضي بسيط. نمبر 12 بيقول لي while I took a bath the telephone rang. ده ماضي بسيط خلاص، while يبقى ده ماضي مستمر، I بتاخد was وtaking. خلي بالك اوعى تقول talking، لان طبعا عشان احط ال ing لازم ارجع الفعل لمصدره الاول. طيب تعال نشوف اللي بعدها بيقول لي as I study my cat went into my room. طبعا as هنا شكله while يعني بيجي وراها ماضي مستمر، راح اقول was studying. تاني as I was studying. طيب تعال نشوف نمبر 14 while play football I hurt my leg. لاحظ بقى هنا حبايبي قلنا while لما ما يجيش وراها فعل يجي وراها الverb plus ing على طول، اوعى تجيب was where، فهنا لازم اقول while playing. تاني while playing. تعال نشوف نمبر 15 بيقول while we sleep the doorbell rang. ادي while وادي ماضي بسيط وادي فعل، يبقى ماضي مستمر، يبقى هجيب where sleeping. تعال نشوف نمبر 16 while امل اي ريد اسماء كولد هير. طبعا ادي while وادي ماضي بسيط، يبقى ده ماضي مستمر، امل تاخد was، وريد طبعا هزود لها ing فتبقى reading. تعال نشوف نمبر 17 بيقول while my mom was cooking بينما ماما كانت بتطبخ I clean the house. طبعا هنا حبايبي ماما بتعمل حاجه وانا بعمل حاجه، فاذا هنا لازم اجيب الاثنين ماضي مستمر، فلازم اقول was cleaning. تاني was cleaning. تعال نشوف نمبر 18 بيقول لي they playing tennis when we got there. طبعا ادي when وادي ماضي بسيط، يبقى ده ماضي مستمر، يبقى لازم اقول they were. they بتاخد were، طبعا الفعل بتاعي كده كده في ing اللي هو playing. تعال نشوف نمبر 19 while احمد do his homework the telephone rang. برضو ادي while ادي ماضي بسيط، يبقى هناك ماضي مستمر، يبقى لازم اقول was doing. تاني was doing. تعال نشوف نمبر 20 بيقول as I watch TV the light went out. بينما انا كنت بشاهد التلفزيون النور اتقطع. as قلنا بتساوي while، جميل، وادي ماضي بسيط يبقى ده ماضي مستمر. طب اي بتاخد هتقول لي was، طب وراها الverb plus ing يبقى watching. تعالى حبايبي نشوف التدريبات العامه للعزمانيين في صفحه 91 بيقول my sister go to the mall yesterday. طبعا yesterday من علامات الماضي فبالتالي هجيب went، ذهبت. نمبر 2 بيقول my friends didn't swim in the swimming pool. هتقول لي didn't يبقى وراها مصدر، يبقى لازم اقول swim. I saw my friend in the park while he read a book. طبعا ادي while ادي ماضي بسيط، يبقى دي ماضي مستمر، فلازم اقول was reading. لازم اكون حافظ القاعده كويس. نمبر 4 بيقول لي she studied for her exam when her dad came home. طبعا حبايبي ادي when
ودي ماضي بسيط، يبقى ده ماضي مستمر، يبقى لازم اقول was studying، يعني هي كانت بتذاكر لما باباها رجع البيت. تعال نشوف نمبر 5، بقول له while we were playing our mother do the shopping. احنا كنا بنلعب وماما كانت بتتسوق، احنا الاثنين بنعمل حاجه مستمرين في عمل حاجه، ما حدش قطع الثاني، فلازم الاثنين يبقوا ماضي مستمر، فلازم اقول was doing. تعال نشوف نمبر 6، بيقول لي she played the piano when she was younger. خلي بالك بقى، اوعى تفكر هنا حبايبي ان when هنا القاعده بتاعت when why ليه؟ لان ده حبايبي verb to be. لما تلاقي الفعل اللي بعد when هو verb to be فقط، قال لي ده يبقى علامه من علامات الماضي البسيط، لكن مش قاعده when why. فاذا هقول she played، وplayed معناها لعبت، ما تقولش she was playing. تعال نشوف نمبر 7، بقول له while Maha watched TV she slept. ادي ماضي بسيط، اتر while يبقى ماضي مستمر، يبقى لازم اقول was watching تاني was watching. تعال نشوف نمبر 8، بقول له while I was reading a book I hear a loud noise. انا كنت بقرا الكتاب وفجاه سمعت، يبقى ده ماضي بسيط، فلازم اقول heard. ادي while ماضي مستمر ماضي بسيط. نمبر 9، بيقول لي he used to read a book in a bed before he go to sleep. طبعا هنا واعتاد ان هو يقرا الكتاب قبل ما يذهب للنوم. before هنا هيجي وراها ماضي بسيط عادي خالص، يبقى before he went، لان ده الحدث التاني. معلش يا حبايبي، بعد ما خلصنا تسجيل اتضح ان كان في عطل، كان الفيديو اف. تعال بقى نشوف، بيقول لي while I was sleeping my sister play the piano loudly. طبعا هنا يا حبايبي في حالتين اتنين، اما ان انا كنت مستمر في النوم وهي كانت مستمره في اللعب وانا ما صحيتش، فبالتالي هقول was playing، يبقى هنا انا كنت نايم وهي كانت بتلعب البيانو انا ما صحيتش. اما لو لعب البيانو بصوت عالي صحاني، فاذا لازم هنا يبقى played، لان كده هيبقى فعل قطع التاني. while I was sleeping my sister هقول was playing the piano loudly، يبقى كده طبعا انا ما صحيتش، لكن played يبقى انا كده صحاني لعب البيانو. نمبر 11، بيقول لي she studied for the test last night. طبعا last night من علامات الماضي، فالمفروض تبقى studied ماضي. نمبر 12، بيقول لي what yesterday. طبعا هنا حبايبي yesterday في زمن الماضي، بس سؤال أداة استفهام، الفعل المساعد بتاع did، الفعل بتاع you، وبعدين المصدر do، يبقى what did you do yesterday. نمبر 13، بيقول لي it a all day yesterday. طبعا اتفقنا ان all day دي من علامات الاستمرار، فبالتالي هقول was raining، الدنيا كانت بتمطر. نمبر 14، بيقول لي she cooked dinner when I arrived. لما انا وصلت بقى كانت بتطبخ، ماضي مستمره ماضي بسيط، فبالتالي هقول she was cooking، يعني هي كانت بتطبخ. نمبر 15، بيقول لي while my father woke to work it got dark، الدنيا ظلمت. طبعا حبايبي while ماضي مستمر ماضي بسيط، فبالتالي هقول was walking. تعال نشوف نمبر 16، بيقول لي she was singing in the shower when the phone ate. طبعا كانت بتغني في الدش لما التليفون رن، فبالتالي لازم اجيب ماضي بسيط، ادي ماضي مستمر، ادي وين، ادي ماضي بسيط. تعال نشوف نمبر 17، بيقول له while we play football it got dark، الدنيا ظلمت، فبالتالي while هيجي وراها ماضي مستمر، لما احنا كنا بنلعب الدنيا ظلمت، فهقول while we were playing. نمبر 18، بيقول لي I study my lessons when my father returned home. طبعا فينا when، يبقى بعدها ماضي بسيط، قبلها ماضي مستمر، يبقى I was studying. نمبر 19، بيقول while I had a terrible dream. طبعا while هنا حبايبي مش جاي وراها فاعل، فبالتالي بيجي وراها verb plus ing. نمبر 20، بيقول we see a beautiful sunset at the beach last weekend. طبعا last weekend من علامات الماضي البسيط، فهجيب صوره عادي جدا. يا رب تكونوا فهمتوا الماضي البسيط والماضي المستمر والتطبيق عليهم كويس. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناه اشترك بسرعه، لو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جايه ان شاء الله. شير لزمايلك عشان الكل يستفيد، وكل ما تشير اكتر كل ما نستمر اكتر في الحلول ان شاء الله. جود باي، سلام عليكم.